السلام عليكم ومرحبا بكم السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما شفتوا مؤخرا تلحت واحد المنشور ديال الى تسرقات الكلاطون ديالك اش خاصك دير، واكثريان الدراري في التعاليق عطاوني ان قبل ما تسرق يعني خاصك في اي غادي طالع لاي صومي خليتي لاطون ديالك لتحت، ما كاينش اللي قابل عليك يعني الا كنتو جوج يعني خاصكم بجوجكم تطلعوا الصومي ولا باغي ديروا شي روندوني في شي قنت. اهم حاجه انك ضروري مصك تهزو معاك الصاك الصغير، هاد الصاك الصغير هز فيه اهم حوايج عندك في لاطون ديالك، يعني اغلى حاجه اغلى حاجه ضروري كيكون التليفون ديالك. التليفون ديالك ضروري خاص تكون هازو في جيبك، تكون هازو معاك، وعاد كتزيد الحوايج اللي غاليين عندك تما كاين اكثريا هي لاكارت ناسيونال ديالك وكارت كيجي والفلوس ديالك، يعني هما كلشي الا بغيتي تصايبها هادو خاصك ما هي وما لونها، يعني هاد لاكارت ديالك والكارت كيجي ديالك والفلوس هما اهم حوايج في لاطونت كلها، يعني واخا مشارك الدوزان واخا نتايا معذب ومقاتل معاه باش شريتي، ولكن غادي نعطيكم واحد الحلول انك ديرها يعني تقدر تسد لاطون ديالك بقفيل، تزمع قفيل صغير تسد لاطون ديالك، دير تسدو تشوف كيفاش دير تسدها من الداخل، يعني الا قاعده بغى يحل غادي يبغى يحل غيتلاقى لاطون يعني مزيره، ولا دير شي لعيبه تقدر الا عندك شي راديو صغير تقدر تشعلو تخليه لداخل، هادو واحد فكرات زوينين تقدر ديرهم، يعني الا داير شي واحد كيسمع الراديو كيقول واقيلا ما كاين شي واحد هنا باقي لداخل، قبل ما ديماري ضرب دوره دير هاه شوف ياك ما شافك شي واحد سديتي لاطون ديالك وزدتي، يعني كيولي سامر عليك هذاك كيفوت واحد نص ساعه ساعه كيمشي لك لاطون ديالك، يعني خاصك ما ديماري حتى تضرب دوره بعينيك ها ها ما كاين حد. الا كنتو جوج الناس يعني ما تمشيوش دقه وحده وتبينوا راكم طالعين الصومي ولا، يعني ضروري باش ما تشطمش طالع الصومي وانت مشطوم في لاطون ديالك ياك ما هكا، وانت الصومي خاصك فيه نص نهار يلا باش تطلع وتنزل تنزل لنا. كاينه قضيه اخرى كاين قليل اللي كيديرها ولكن كيدير شي تشريكه في لاطون، ولكن ما غاديش هذه فكره ولكن ما كاينش اللي يقدر يدير، كيشرق من لاطون ديالو الوسط وكيكون حافر شي حفيره لتحت، يعني حافر شي حفيره وكيدير فيها اهم حوايج عنده تما كاين كتكون دايره وكيسد عليها، يعني ما فيك ما تطلع شي حاجه ما كديرها وكتسد عليها ولاطونت كدير فوق منها الطابي، يعني هذيك اللي كنديروها في البحر وكلشي كتحفر حفره وتجمع داك الشيء اللي التليفون وداك الشيء ديالك المهم وكديرو تخبيه تحت الفوطه كتخبيه بالرمله وكدير الفوطه، يعني الا جا كاع شو واحد هزتك الفوطه كتلقى انت مخبي التليفون ديالك. هذه فكره اخرى ثاني في البحر زيدوها في المعلومات ديالكم. اليوم بغيت نوريكم الا كنتي طالع ثاني الصومي اهم حوايج اللي خاصك تهزهم، يعني من غير ناحيه انك الشفره وهذا الشيء وهذا الشيء، الحوايج اللي خاصك تهزهم اهم حاجه انك تطلع الخريطة، يعني التليفون تيشارج عليك وما بغيتي تشوف مابس وما تلفتي وهذه وهذه، تكون تطلع خريطه معها اجندا ستيلو فيتر، يعني اجندا تكون من هذا النوع اللي كما قلت لكم ديك النهار يكون ديال السك، يعني تقطع ديال تقطع تاع الوراق، يعني تبغي دير شي ديديكاس لشي واحد في شي قمه ولا سميتو، يعني تكون عندك هاد اللعيبه هنا اجوندا فيها وراق كتقطعو وفيتر فيتر يعني باش دير ديديكاس باش كيكون باينه الورقه مكتوبه باينه ديديكاس. عندنا جوج قراعيت الماء، يعني جوج قراعيت الماء هادو اللي كي اما قرعه كافياك، يعني كل ربع ساعة تشرب جغمة ديال الماء، يعني إيترو في إيترو لاروب، يعني جوج إيترو لاروب، يعني كاين فين ديرهم تختار شي ساك بحال هذا
اللي فيها الجيوبكتير. عندنا اهم حاجه ان اكثر الدراري كثار ما كيطلعوش معاهم اسعافات اوليه، حقيبه الاسعافات الاوليه اللي انت طالع جرحتي لا ضروري يوقع لك شي حاجه، جرحتي ضروري حيت غادي كتسلق حجر هادي تعفط هاد دوالك رجليك، ضروري تكون هاز معك باندا دوا الحمر الداجينة مقص بقطن بيتادين لصاق اي حاجة ضروري تكون هاز معك الحقيبة ديالك، وتهز معك شي مأكولات خفيفة يعني بيموات شي حاجة فيها البروتين فيها كا كل واحد اش كيطلع معاه الصومي كاين اللي كيطلع معاه الطون اللاطة ديال الطون والخبز يعني خاص بنادم يقصي كل واحد كيفاش اش كيطلع معاه، إلا كان صومي قليل يعني شي بيموات فيهم بروتينات يعني كاينين بيموات كيديرو 6 دراهم كاين ديال 10 دراهم ديال 12 دراهم يعني في المواد فيه داكشي كلشي اللي فيه ديال القيمة الحرارية ديال داك 4 السوايع اللي غادي تخبأو في الصومي. دي معاك نظارات، نظارات ديهم معاك تا هما نظارات يعني عاكسين للشمس ما كيدخلوش الشمس، وكنصح بهاد اللي فيهم هاد الكولورات الزراق صفار هادي اللي بحال هاد الديكور يعني الشمس ما كتدخلش، ما ديوش الكحلين، الكحلين كيدخلوا لكم الشمس وكتضر لكم عينيكم، ديما يكونوا ديال هاد النوع اللي كيعكسوا الشمس. الا ظلام عليكم الحال ولا كنتم طو بكري يعني ضروري مكشف الراس يعني بيل ديال الراس حتى هو ضروري تهزوه معكم، بيل يدوي بيل ديال الطريق على حساب الطريق حتى هو يعني ظلام عليكم الحال ولا كنتم باغين ديروا سميتو بكري يعني ولا تعطل عليكم الحال، وسكين يعني ضروري السكين تهزو معاك حتى هو يكون تا هو كيتشمع بحال هكا و تقطع شي حاجه بان لك الزعتر بحال انا ديك المره كنت طالع ل سميتو قمه تيمسفران في الكاتدرال وبان لي الزعتر وما عنديش باش نقلعو، كنبدا نقلع فيه تما كاين اصلا خاص الجذور يبقاو مزروعين تما كاين يعني خاصك تقطع بشي موس، ما كنتش مطلع معايا الموس ولكن ما كنت مطلعين معانا حتى حاجه، عرفتي طلعنا الامسفران القمه جغمه ديال ما كنا دايرينها بالعاني غادي نضربوا دورة حتى تسقنا طالعين القمه ومجليين من 11 الصباح حتى 5 العشية عاد رجعنا حيت جلينا. بعد هذا هو اهم حاجه اللي كما قلت لكم بسيطين، القران باش يحميك 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 من اي حاجه ضروري من القران يعني تهزو معك في التراجي كله القران، والكاميرا اهم حاجه هي الكاميرا تصور بها الى تيشارج التليفون ضروري تليفون كاميرا ديال التليفون كاميرا اخرى تكون هازه معاك هي تولي تصور بها، كاميرا صغيره كل واحد شي كاميرا عنده. ايوا هادو هما اهم الحوايج اللي خاصك تطلع معاك للصومي واللي تاني تخاف اللي يمشي لك في الساك ديالك تحت او قبعته هي على حساب الشمس، واللي تخاف اللي يمشيو لك في لاطون ديالك يعني اهم حوايج اللي خاصك ديهم معاك الصومي والحوايج اللي خاصك تخاف عليهم في لاطون ديالك انا اليوم بينتهم لكم، والا كاين شي افكار اخرين وشي حاجه اخرى ثاني مرحبا بكم التعليق ديالكم راه ما تقولوا، وكنتمنى الدراري يديروا حتى هما في شي فيديوهات بحال اللي كندير ما كاينش، انا بغيت كنتمنى الدراري حتى هما يديروا شي فيديو بحال كيبين الشاكو شي بين هادي كاين ما يتقال ومش حال واحد عنده ما يتقال ولكن ما بينوا لينا بينوا لينا بغيناكم تربحوا هاد الدراري، واش انا مقالة كل مره ندير فيديو المنشوره بينوا مش حال كل واحد عنده ما يتقال ولكن ما كتبغيوش تبينوا، حركوا الجروب وبغيناكم تربحوا هاد الشهر ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق في هاد الشهير الاعضاء الاخرين يربحوا، وشكرا تريك مروكو.